そうだ。اوكي اتكلم كده. ماشي الصوت تمام. بسم الله، اهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس اتعلم امريكي. الدروس دي من هنا من امريكا علشان تعمل زي ما انا بعمل بالظبط، زي ما الامريكان بيعملوا بالظبط. الدرس طبعا هيبقى كده سريع عشان بصراحه انا طلعت لكم فيديو وقلت لك انا مش فاضي خالص، بس ايه كل ما هلاقي فرصه كده. النهارده ثانكس جيفن اللي هو بيسموه عيد الشكر، لما الامريكان قعدوا مع الهنود وعملوا كلوا كلهم سوا وبقوا كويسين بيحبوا بعض والكلام ده يعني، فبيعملوا اليوم ده اجازه. امريكا كلها النهارده قافله. ليه؟ لان الناس كلها بتروح لعائلاتها ويتلموا سوا ويعملوا حاجه كده، ايه يجيبوا تركي اللي هو الديك الرومي زي عندنا كده عيد الاضحى، ويقعدوا كلهم في البيت ياكلوا، لا حد بيخرج يروح في حته ولا حد بيجيب حاجه، فتلاقي كل امريكا في اليوم ده بالذات قافله. تمام كده؟ فاديني ريحت كده شويه نعمل لكم الدرس، وبعد كده ايه اقعد اشوف اذاكر بقى اللي ورايا. تمام؟ اكمل لكم الدرس بس بسرعه بتاع المره اللي فاتت. الكتاب اهو، عشان مش عارف النت قطع او حاجه كده المره اللي فاتت وما كملناش بقيه الدرس ده، نكمله واشرح لك حاجه كده. لو انت شايف ان دي مش غلط قول لي، لان انا شايف ان دي غلطه في الكتاب. لو انت شايف ان دي مش غلط قول لي، لان انا شايف ان دي غلطه في الكتاب. بص هنا معايا لما نكمل كده بقيه الدرس، كنا وقفنا عند دي. الكتاب طبعا مش محتاج اقول تاني، الكتاب ده الترم الاول بتاع سته ابتدائي، اخدته من ابن اخويا. ماشي. الكتاب بيقول ايه بقى؟ وقفنا عند وي لايك. وقفنا عند الصوره دي هنا. طبعا انا اخدت وقت شويه في ده لان في حاجات مهمه انا بحب اتكلم عليها، عشان الحكايه مش انك تقرا وخلاص، الحكايه انك تفهم، بحيث لو انت عايز تعمل ده انت تقدر تعمله عشان انت فاهم هو اصلا جه ازاي. اوكي ماشي. وي لايك بلاين فيديو جيمز. اوكي ادي اول جمله هنا. تمام، اللي هي بتقولها البنوته دي. تمام. We like playing video games. ايه اللي اخده من الجملة دي؟ اول حاجة ان مفيش اتنين verb ورا بعض، ودي قلتها كتير. لازم الverb التاني ده لو في verb هنا وهيجي وراه verb هنا يحصل حاجة من الاتنين. ادي واحد اتنين، ديت or او ديت. يا اما الverb الاول ده، الverb الاول ده يجي وراه تو فيبقى verb تو verb. يعني مثلا we like to play video. ماشي، ويبقى مفيش حاجة اسمها ing. يا إما الverb التاني ده يتزود عليه ing بس كده، يا إما تو بس مفيش ing بعد الverb الأولاني، يا إما الverb التاني مفيش تو ويبقى ing زي هنا like playing video بس كده، مفيش بقى to playing video، مفيش كده. اوكي، we like to play video او we like playing video. اوكي بس مفيش غير كده. اوكي، وطبعا في ايه period اللي هي نقطة. ليه بحط period؟ علشان اي جملة زي ما بيقولوا كده خبرية، يعني بتقول لك انا بحب العب او احنا بنحب نلعب فيديو جيمز مثلا، دي مش سؤال، تبقى على طول نقطة هنا، period هنا نقطة. اوكي تمام، اتأكد بس ان ايه
بعد كده بص دي بقى غلطة في الكتاب دي، دي موجودة في الكتاب اهي، بص اوريها لك اهي عشان تشوفها، دي موجودة هنا في الكتاب. I want to، شوف لسه بنتكلم عليها اهي، يبقى مرة ing ومرة to. I want to program computers. ليه حاطط هو الكويشن مارك او علامة الاستفهام دي؟ ليه حاططها؟ هو ده مش سؤال، سؤال كان المفروض do او اي حاجة، انما هو بيسأل مين؟ بيسأل حد يعني انا عايز ابرمج كمبيوترز. هيبقى هو انا do I، فين do؟ مفيش اي حاجة، ده بدأ ب I، يبقى دي العلامة دي كده هنا ده غلط، العلامة دي غلطة في الكتاب، ده المفروض تبقى period. حتى هو لما جه اتكلم على البنت مونا دي راح حاطط period في الاخر، اللي هي النقطة الصغيرة اللي في الاخر دي، يبقى علامة الاستفهام هنا غلط. امتى احط علامة استفهام؟ لو كان بادئ بدو مثلا، او بادئ بأي هل، اي verb to be مثلا. انما وبعدين هي هو ينفع اسأل حد هو انا عايز ابرمج كمبيوترز do I want مثلا، مش عارف، بس كان لازم يبدأ بأداة استفهام بكلمة زي do مثلا، زي have، زي is، اي حاجة، اي verb يبدأ بيه، اي حاجة علامة استفهام تقول لي ان انا احط علامة الاستفهام دي، لكن دي كده ما تنفعش. ماشي، دي اول حاجة. تاني حاجة خاصة عشان المصريين، دي بي مش ب، دي مش بروجرام، دي بروجرام، بي برو مش بروجرام، برو. اوكي، دو اي وانت تو بروجرام، ايه بقى الكلمة دي لوحدها كده، دي كده لوحدها كده كده، دي كده كومبيوت كوم، احنا ما بنقولش كوم عشان هنا انت بتتعلم ايه امريكي، لو لسه عندك مشكله مش عارف ليه الاو دي بننطقها كده، هتخش على اليوتيوب هتلاقي في السيرش كده اكتب مستر سام 2016 من غير مسافات، تلاقي الويب سايت بتاع اتعلم امريكي، اعمل سبسكرايب عشان تحفظها، ما تقعدش تدور، هات حرف الاو هتلاقي سكرول داون كده تلاقي الفيديوز من الاول خالص، هتلاقي ان احنا امتى تبقى عارف ازاي او ايه اللي بيحصل عشان ننطق او، لان ده امريكي فما فيش كوم. كوم بيوت، بيوت كومبيوت يعني يحسب، فاللي بيقعد يحسب حاجات ده اسمه كومبيوت. فلما اجي انا بقى الحاسب الالي زي ما بيقولوا عليه اللي هو الكمبيوتر بقى ايه؟ كومبيوتر. فلما تيجي تقول لحد كده في مصر مثلا تقول له اه الكمبيوتر، يقول لك كمبيوتر، كأن مثلا ايه احنا بنتكلم كده، طالما دي كومبيوت تبقى ايه؟ كومبيوتر، كومبيوتر. وادوس كده في الاخر، ما ادوس على في حاجه اسمها ستريس على السيلابل اللي هو اللي في الاخر ده اللي هو الاي الفاول ده اللي هو الليدر الحرف ده، وما استرسش هنا علشان انا عايز اتكلم ان ده بالار، حاجه كده ما تشغلش دماغك بيها، بس ايه تبقى عارف ان ايه كومبيوت، لكن دي كمبيوترز، فتلاقي اللي في الاخر هو اللي ظهر عشان تعرف انا بتكلم على الكمبيوترات كده يعني. حلو، لكن مش اسمها كمبيوتر ولا كمبيوتر، وما فيش تر كمبيوت كمبيوترز. اوكي، فده عادي جدا انك تنطقها كده يعني. ماشي، لو في اي حاجه بقى في الاخر. اوكي ماشي، بعد كده الصوره اللي بعدها اللي هنا، monkeys and giraffes are my favorite animals. ماشي، وطبعا انا حاطط نقطه فوق عشان تبان لان مفيش مكان. اوكي، خلي بالك بقى في دي من ايه؟ من الجمع بقى، لو البلورس اللي هو الجمع بقى، خلي بالك من الجمع ده، جمع الجمع يعني، ده مونكي لو شلنا الاس ديت وشلنا الاس دي هتفضل برضو ار، لان انا عندي واحد زائد واحد يساوي اتنين، اتنين في اللغه الانجليزيه جمع، مفيش مثنى، مفيش مثنى في اللغه الانجليزيه زي العربي، هما يخرجكما من الجنه مثلا، مفيش كما، مفيش مثنى، ما عندناش في الانجليزي كده، واحد مفرد، اتنين جمع على طول، مفيش ثلاثه جمع، اتنين جمع خلاص. طيب لو monkey and giraffe كده، القرد والزرافه
are my favorite. برضو تفضل الاس اللي بالاخير دي، شايف؟ يعني لو شلت الاس دي وشلت الاس دي، واحد زائد واحد اتنين، يبقى جمع، تبقى دي ار برضو. ودي animals برضو حط اس. انما مش معنى ان انا شلت الاس ان دي هتبقى animal او دي هتبقى is، لا، ما ينفعش monkey and giraffe is، مفيش is، ار برضو. انما انا لو شلت الاس دي وشلت و الزرافه جيرافز، جيراف اللي هي الزرافه، وبقى مونكي واحد بس كده، رقم واحد عندي احوله رقم واحد بس، قرد فقط واحد فقط، ار دي هتبقى از. اوكي، يبقى انا لو بقى عندي جمع ازيد من واحد، ولو حتى واحد قرد وواحد زرافه برضك، دول اتنين، يبقى دي ار. خلي بالك، لان ده ما اعرفش عندكم بيعملوا كده ولا لا في الامتحانات، بس يعني ده اللي هو ايه، نحاول نخليك تفتكر ده مفرد وده ازاي مفرد ياخد جمع. لا، ما هم اتنين مفرد، يبقى اتنين يبقى ياخدوا ار. واحد بس، شيء واحد فقط، ما هوش اي حاجه تانية، يبقى از. يبقى كنت هاخد از، خلاص، يبقى از دي مفرد طول ما هي رقم واحد فقط، رقم واحد. انما لو بقوا اتنين يبقى ار للجمع، تمام؟ وطبعا ده في الايه؟ في المضارع. ده في الايه؟ في المضارع. انما لو ماضي كنا هنستعمل ايه بقى؟ انت بتتكلم امريكي، ها؟ was، مش was، was، were، was a were، was a were. انت بتتكلم ايه؟ على راي عادل امام ربنا يديله الصحه اللي بخبطوا بيها ايه؟ انت بتتكلم امريكي، was and were، مش was. اوكي، بعد كده بقى ايه؟ I like dolphins، doll، doll، dolphins اللي هم الدولفين اللي احنا عارفينه، الدولفين. و I like puppets، ده اللي هو على اساس ان يعني العروسه اللي معاها دي دايما اي بنت زي بنتي كده على طول. بص، لو وريت لكم البتاع هنا مليان عرايس، على طول في عروسه في ايديها، تنام في عروسه في ايديها، تطلع في عروسه في ايديها، فهي يعني العروسه دي بتتكلم يعني. طبعا نورا العروسه بتاعتها بتتكلم، لازم تكون بتتكلم يعني. اوكي، اخر نقطه عشان يبقى الدرس ده انا قفلته المفروض كويس يعني، ما فيهوش اي حاجه، وبعدين نبقى نيجي بعدين ان شاء الله يبقى في وقت، انتوا عارفين، بس افضى والله حاضر، هنرجع ونعمل نكمل عادي. اوكي، عشان بس ابقى قفلت الحته دي، انت عارف النقطه البيريد اللي هي النقطه دي لما يكون جمله عاديه ما فيهاش اي سؤال، انما لو في سؤال هيبقى اللي هو علامه الاستفهام الكويشن مارك. طب امتى انا بستعمل علامه التعجب الاكسكليميشن مارك؟ الناس فاكره الاكسكليميشن مارك دي اللي هي ايه؟ بس سربرايز كده، واو ده جميل، واو عربية جديدة، واو مش عارف ايه كده جديد. لا، الاكسكليميشن مارك بردك في اللغة الانجليزية بنستعمله لو انت متضايق او انت فرحان، يعني ديت من الاخر بتاعت الاموشنز، بتاعت المشاعر. لو مشاعرك غير عادية، غير عادية، بنستعمل الاكسكليميشن مارك. لو سربرايز، واو ده كذا، نستعمل اكسكليميشن مارك. لو انجر، انجر يعني غضبان، اللي هي بيجي منها انجري، بس لما تحط انجري بتشيل الاي، بتشيل الاي دي وتبقى ار كده، واي، فتبقى انجري كده، ماشي؟ فبتحط الار واي كده تبقى انجري، لكن هنا نحط اي. اوكي، anger اللي هو الغضب، متضايق، عكسه ايه؟ joy، فرحان، متعة، مبسوط. فده joy عكس anger، بس دي emotions ودي emotions. فلو انت emotion عندك، حتى لو انت يعني انت متضايق no كده، ده غضب، متضايق no كده، فتحط exclamation mark. لكن لو تاكل no، عادي، عايز تاكل مش عايز تاكل عادي no. لكن انا لو متضايق no، حاسس مش عارف كذا، فهتلاقي ايه؟ اكسكليميشن مارك، او هيلب هيلب، ده ايموشن، ده واحد مش طبيعي. ف
هيل بيحط الايه ويا مبسوط. ده معناها ان حضرتك قلتها قبل كده لو انت بتتكلم او عايز تقرا حاجه زي كده لازم يكون تعيش الموقف، مش تبقى ممثل بس تتكلمه زي ما الناس هنا في امريكا بتتكلم، ما تبقاش عامل زي الايه الانسان الالي روبوت مش روبوت. انا ماليش دعوه بالدول الثانيه، انا بتكلم على امريكا. اوكي روبوت اللي هو عامل زي الانسان الالي مثلا هنا yes I will marry you، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حد هيقول yes I will marry you، ما فيش حد بيعمل كده. لازم هيبقى في تفاعل عشان تقرا صح، لازم يبقى في تفاعل. هي دي ايه اكسكليميشن مارك او بنسميها علامه تعجب. اوكي هتبقى في yes I will marry you واو كده، في مشاعر، انما مفيش yes I will marry you مفيش حاجه كده. اوكي فلازم تبقى عارف ان دي معناها ان انت هتتفاعل. لكن هنا لو جمله عاديه في مثلا هنا we like playing video games we like playing video games عادي بقول بتكلم عادي. Do you لو انا هسال مثلا do you like playing video games مثلا ف do you فتلاقي ايه do you كذا مش do you like play مفيش كده، مفيش حد بيبقى نايم كده خلاص في الكلام في العادي حتى في لغتك. طب انت بتحب تلعب كذا مثلا فتلاقي ايه طريقتك اتغيرت. انا بحب اعمل كذا وبصحى الصبح اتمشى شويه الاول وبعدين اروح اشرب قهوه. هسال سؤال صحيح وانت تحب القهوه الصبح ولا ما تحبش تشرب قهوه تحب تشرب شاي؟ هتلاقي تون صوتك اتغير. اشمعنى لما بتيجي هنا بتبقى عامل كده؟ ما تعملش كده. انا يهمني انك انت تتعلم مش كلمتين تخبطهم وترصهم وخلاص. اوكي مش هتنسى surprise anger وجوي surprise anger and joy زي واو قلنا زي الحاجات دي. طب لو جمل زي كده احط yes I will marry you yeah exclamation mark ممكن احطها مرتين اوه انا مثلا واقف اهو باترينا دي واحده شافت الفستان حبلها فهتقوم عامله زي فتلاقي اكسكليميشن مارك. That is gorgeous dress. ده يجنن. شوف بعمل ازاي؟ هتلاقي مش بيعملوا كده هم ستات ولا انا صح؟ يبقى انت ايه؟ في اكسكليميشن مارك هنا. ان في مشاعر. مونا told me that you're having a baby. صح؟ مش هم بيتكلموا كده؟ تلاقي مونا told me that you're having a baby. Yes! اللي هي في حاجة كده. مونا told me that you're having a baby. مفيش كده. لكن في مثلا hey مونا told me that you're having a baby. في مشاعر تبقى في حاجة كده. في مشاعر دي حاجة متضايقاك هيبقى في exclamation mark. في مشاعر أنا مبسوط جدا أنا جبت امبارح أنا اشتريت عربية جديدة 2020. فتلاقي ايه اكسكليميشن مارك. لكن ما حدش بيجي امبارح انا اشتريت كده حاجه عاديه. لا ما فيش كده. اي حد جاب قميص جديد جاب مش عارف ايه هتلاقيه فرحان بيبقى فيه اكسكليميشن مارك. فتبقى عارف انك لو شفت الجمله دي شكلها دي جمله عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. دي جمله فيها دي ممكن اجيب لكم شويه حاجات كده واعمله لكم زي مثلا هوم ورك كده مثلا واجب وانت تقول هو تحط period ولا exclamation mark ولا question mark ونصححه ونشوف الناس مش عارف ايه. بس معلش بس عارفش مني بس لما افضى. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله. اول ما الاقي فرصه اي وقت كده هقوم عامل لكم فيديو ونكمل دروس من دوت ومن الكتاب التاني. بس يعني اصبروا عليا خلاص هانت كلها اقل من اسبوعين يمكن وخلص امتحاناتي وابقى تمام. لو في اي سؤال يا جماعه عشان كده تمام قوي. يا ربي اي سؤال ماشي. لو اي سؤال يا جماعه ابعتوا لي. يا رب تكونوا استفدتوا. اتمنى اشوفكم بخير ان شاء الله. كان معاكم مستر سام من دروس تعلم امريكي. مع السلامه.
الله 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 الله. منى عوض، اهلا وسهلا. احمد شيرين، فيفان، انس، محمود، اسماء، علي. منور منور حبيبي، الله يخليك. مش عارف اقرا الاسم. ضافر، صح كده. محمد، ابو فيصل، راشد. شكرا لكم يا جماعه، واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجه بعتولي. مع السلامه.